السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الدينيه وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحمل، وان شاء الله باذن الله تطلعوا من الطاقات السلبيه وطاقات الياس. ركزوا معايا في قراءتكم وادعموا الفيديو بتاعكم باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلوا بيه على الحبيب، وان شاء الله باذن الله يجعل الايام اللي جايه كلها جميله وهنا، لعل يكون عندك خير وشفاء وخروج من الطاقة السلبية. وزي ما قلت لك ادعم الفيديو بتاعك ونشوف مع بعض اخبارك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد مواليد برج الحمل. طيب برج الحمل، الفترة دي انت عندك امور بترجع لورا، انت ماشي فالامور اتقلبت ضدك، يعني انت كنت ماشي مثلا في طريق خير او في طريق تغيير، الامر اتقلب العكس. ده ليه؟ ده بسبب اتنين مقربين منك، الاتنين دول على هيئة بشر وهم تعبين، التعبين دول اكلين شاربين معاك، او بمعنى اصح قريبين منكم، عرفوا اخباركم، واحدة منهم عرفت فعلا تصطادكم صح، والتانية مقربة لسه ماشية ان هي تأذيكم. ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا عليكم هينجيكم وهيخرجكم من الحفره اللي هم عايزين يوقعوها ليكم. قوتكم خارقه الفتره دي، عندكم حماس غير طبيعي، طموحاتكم بتبنوا عليها كل احلامكم، بس عندكم خبر متعلق بحد متوفي. الخبر ده ممكن يتفتح ورق قديم، يبقى موضوع ورث عندكم بسبب حد متوفي، الله اعلم، بس في كلام هيوصل لكم الفتره دي وهتحاولوا بقدر المستطاع تاخدوا حقكم. عايزه اقول لكم ان انتوا خسرتوا حد كان بيحبكم جدا، الحد ده كان روحه فيكم بسبب السحر اللي اتعمل لكم بتاع وقف الحال ليكم، ما بقيتوش شايفين، او كل همكم كنتوا تخرجوا من اي محنه انتوا بتمروا بيها، فانتوا السحر اللي اتعمل لكم هو اللي وقف حالكم. حاليا انتم مضغوطين بوقف الحال اللي عليكم، عندكم وقف حال غير طبيعي، من ورا وقف الحال ده هيجي لكم حد وهيدخل حياتكم الفتره اللي جايه وهيتعرف عليكم وهتتعرفوا عليه، وهيكون سبب رئيسي ان انتوا تخرجوا واحده واحده من الضيق والخنقه اللي انتوا بتمروا بيها، بس علشان تمشوا في الطريق الامان والصح لازم تخرجوا من الطاقه السلبيه اللي انتوا بتمروا بيها، وكمان تجددوا من حياتكم وتعملوا حاجات انتوا بتحبوها. ليه؟ علشان طول ما انتوا عندكم طاقه سلبيه مفيش حاجه هتحسوا بيها او مفيش حاجة هتكون صح معاكم. عندكم كمان شوية قلق وشوية توتر عندكم في تفكير او في حاجة معينة شغالين عليها. كمان مش دايما الناس بتقول لكم انتوا عندكم مشكلة، هي ايه؟ ان روحانياتكم عالية جدا، مجرد ما بتشوفوا الشخص اللي قدامكم بتبقوا عارفين ان الشخص قدامكم خاين ولا كذاب ولا منافق ولا بيلعب بيكم، وبتبقوا عارفين مين عايز يستغلكم ومين فعلا بيحبكم من قلبه، بس بتتعاملوا مع الشخص اللي قدامكم مش من مجال ان انتوا عرفتوه، لا بتتعاملوا معاه ان انتوا ما تعرفوش اي حاجه، وبتفضلوا ساكتين وبتقول انا عايزه اشوف اخركم ايه. اذكياء جدا، مفيش حد يعرف يضحك عليكم مهما يتخيلوا، وما كمان ما بتصدقوش اي حد، يعني لو حد جه قال لكم انتوا مش عارف ما بتصدقوش، انتوا بتسكتوا علشان انتوا بتكونوا واثقين جدا من كل كلامكم من كل خطواتكم. دايما عندكم حكمه، عندكم فن التعامل مع الاخرين اللي قدامكم، وعشان كده دايما بتكونوا ناجحين في حياتكم، بس الاثنين اللي عرفوا يصطادوكم هم اللي كانوا عارفين اسراركم. البعض منكم ممكن يكون عايش في غربه ومستني يوم اللقاء بالأحبة، أو البعض منكم ممكن يكون وسط بشر بس عايش برضو بالغربة وقافل على نفسه ببان وحابب العزلة أو حابب إن هو يكون لوحده. ده كله ليه؟ ده كله إن أنتوا بتمروا بضربات ورق بعضها، القلب فيه فرحة بتتحضر لك، واقدر ابشرك بحاجه حلوه جدا، في هديه حد هيحضرها لك الفتره اللي جايه، الهديه دي هتكون كده في قمه الازدهار ليك انت، هتديك طاقه ايجابيه لقدام، هتديك دفعه لقدام، في حد بيحضر لك هديه هتكون في الدرا مش محدش هيتكلم عليها علشان هتديك طاقه ايجابيه وهتفرحك قوي الفتره اللي جايه، بس انت عندك شبكه اوهام، عندك عصفوره مستنيها تجيب لك خبر متعلق بحد بعيد عنك، او تسمع حاجه تخص حد
بعيد عنك الله اعلم، فانت عندك تشابك الفتره اللي جايه. كمان في مكالمه هتجيلك الفتره دي وحد هيطلب منك فلوس، انت مش هترضى تدي او مش هترضى تبين ان انت معاك فلوس. ليه؟ علشان الطمع، دايما الطمع بيجيلك من المقربين اللي عارفين عنك كل حاجه. البعض منكم دخل في اكتر من علاقه وفشل، البعض منكم خطب اتجوز او ارتبط بمعنى اصح، دايما كانت علاقاتكم كلها فاشله بسبب ان انتوا شخصيتكم متحكمه، دمكم حامي جدا، غيرين جدا، بتغيروا على الطرف الثاني بسرعه بطريقه رهيبه، والشريك ما بيستحملش ان انتوا، يا هل ترى بيسال، يا هل ترى ده شك ولا غيره، فالشريك مش مستحمل الوضع ده، فبالتالي بيقرر ان هو ينفصل او انتوا تقرروا تنفصلوا علشان ما فيش سمعان كلام ودايما في شد بينكم. فانتوا حاولوا ان انتوا تغيروا من نفسكم وتغيروا من وضعكم الفتره اللي جايه، وتقعدوا مع الشريك وتحاولوا ان انتوا تفهموه الوضع بطريقه بسيطه. ليه؟ علشان خاطر النفور اللي بيحصل من وضع للتاني، دايما في مشاكل، ما فيش رد على، ما فيش رد في التليفون، في مشاكل وفي شويه ضغوط، ودايما بتنفروا من بعض، كل ما خلاص بتلاقوا شويه ضغوط نفسيه. بالنسبه للمتجوزين، المتجوزين انتوا في طاقه سلبيه، مدخلين نفسكم في طاقه سلبيه لوحدكم، الشك عندكم رهيب، حاولوا تهدوا اللعب شويه وحاولوا تستحلوا بالهدوء اللي جاي لكم دي. عندكم طاقه هدوء، طاقه رومانسيه وطاقه حب، وان شاء الله باذن الله هيكون في خبر حلو متعلق باطفال هتسمعوه، لا اما شفاء مريض طفل، لا اما هيبقى عندكم خبر حمل باذن الله، او زياده في الامور اللي جايه باذن الله هيكون في تحسن. المنفصلين دايما شايلين هم الدنيا فوق كتفهم، دايما كده عندهم حاله ركود وافكار، وبالهم مشغول بالاطفال اللي بعيد عنهم او بالشريك او بالدنيا كلها. انتوا عندكم تحسين وضع، بس لازم تركزوا على تحقيق الهدف بتاعكم. القراءه بتاعتكم كلها فيها طاقات ايجابيه، الطاقات الايجابيه دي متعلقه ان انتوا بتشتغلوا على نفسكم وبتحاولوا تخرجوا نفسكم من اي ضغوط نفسيه، رغم ان انتوا صبرتوا الفتره دي صبر يتعجب له اهل السماء والارض، رغم ان في فرحه بتتحضر لكم جميله، الفرحه دي حلوه جدا جدا، بس العين القويه اللي صايباكم بترجعكم لورا، فعلشان كده دايما اقول حصنوا نفسكم اول باول. التحصين، انتوا بتخرجوا نفسكم من طاقه سلبيه، بتحصنوا نفسكم، بتبعدوا اي اذى عنكم، انتوا دايما عندكم حكمه في كلامكم، ودايما الناس بتحب تتكلم معاكم وبتحكي لكم همومها، ليه؟ علشان خاطر ما شاء الله عليكم دايما كاريزمتكم عاليه. في هنا ست، الست دي بتحبكم قوي، الست دي دايما عايزاكم ناجحين، دايما عايزاكم تكونوا حاجه عاليه، بس الست دي مش هقول لكم ان هي بتفكر في نفسها، لا، بس هي عايزه تفرح بيكم، وعشان كده انتم مش معاها في النقطه دي. ممكن تكون هي عايزه تجوزكم حد معين، او الست دي رسمه لكم حاجه معينه، انتوا علشان بتحبوها مش عايزين تزعلوها، بس انتوا طريقكم غير الطريق اللي هم عايزين يختاروا لكم في حياتكم. عندكم ندر، انا دايما اقول ان انتوا عندكم ندر بقدر المستطاع حاولوا توفوا بيه، الندر ده واضح جدا جدا في حياتكم ولسه ما وفيتوش بيه لحد الان، انتوا اصلا ممكن تكونوا ناسيينه ومش فاكرينه، فحاولوا بقدر المستطاع تتفكروا في الندر اللي عليكم وتوفوا بيه وتطلعوا من اي ضغوط نفسيه. انتوا دايما الصحة عندكم تعبانة، صحتكم دايما تعبانة بشكل كبير او بشكل مختلف، دايما كده برد، دايما صداع، دايما حيرة، دايما توتر، دايما الصحة في النازل. ليه؟ بسبب ان انتوا بتفكروا كتير، انتوا مش مديين نفسكم الفترة دي الراحة المطلوبة للجسم، بتناموا، معدل نومكم اقل، صحتكم ما بقيتوش تهتموا بيها، ما بقيتوش اصلا تاكلوا اكل صحي، او بمعنى اصح عندكم تفكير رهيب مخليكم ضغوط نفسية ومخليكم انتوا هنا عيونكم بدأت تتعب. طاقتكم الفترة اللي جاية بعد 3 ايام هتسمعوا خبر متعلق بالطاقة بتاعتكم الايجابية دي، ومن خلالها انتوا هتقضوا وقت ممتع او وقت لطيف مع الشريك او خروجة بره البيت، هتكلموا الصحاب او هتعملوا حاجة جديدة، هيبقى في لمة في العيلة، اي نعم في شوية ضغط في العيلة او شوية كلام في العيلة، بس الفترة اللي جاية دي هيبقى في تجديد في امور، تجديد في كلام، تجديد في حاجة معينة الله اعلم، هتجددوا من نفسكم وهتطلعوا من الكاريزما بتاعت الطاقات اللي حد شاطر جدا وهو يوزعها عليكم. الطاقة بتاعتكم خلال كام يوم بالظبط هيكون فيها ايجابية، بس اطلعوا من الهم واطلعوا من الامر اللي مضايقكم وخانقكم وعامل لكم عقده في حاجات انتوا بتفكروا فيها، بلاش دايما تشبكوا الافكار السلبيه ببعض، الطاقه الايجابيه مفتوحه قدامكم. رقم 5
ده ليه ذكرى حلوة في حياتكم. رقم 10، انتوا دايما بتكونوا من العشرة الاوائل في نجاحكم او في ازدهاركم. 5 ده رقم ليكم انتوا مميز يخصكم انتوا شخصيا. رقم 10 ده بيخليكم دايما في ازدهار ودايما بتكونوا من العشرة الاوائل في كل حاجة او من الناجحين بمعنى اصح. بس حاليا انتوا في مركب قدامكم، المركب ده انتوا فيه لوحدكم. المركب ده ممكن يكون تفكير، او ممكن يكون طاقة، ممكن يكون انتوا بتحبوا البحر، بتحبوا تروحوا البحر، الله اعلم. بس في نفس الوقت انتوا عندكم حيرة في قرارين، في حاجة محيراكم مخلياكم مضغوطين حتى في التفكير. تعبكم النفسي ده مأثر عليكم انتوا ومخليكم انتوا حاسين بالوحدة وحاسين ان انتوا لوحدكم، فلازم تجددوا. انتوا مش عارفين تناموا بسبب انه في حد مركز معاكم وحد بيجيب سيرتكم، حد حقود. بس انتوا هنا هتعرفوه، وبمجرد ما هتعرفوه الامور كلها هتتغير. ليه؟ علشان هتكونوا منصورين الفترة اللي جاية. بس تساقط الشعر والوجع اللي في الدماغ ده لازم تعالجوه، ولازم تعرفوا ايه السبب، وتخلوا بالكم من حاجتكم. البعض منكم عنده هدوم مسروقة، البعض منه عنده حاجات تخصه مسروقة، خلوا بالكم من النقطة دي واهتموا بحاجتكم. عندكم دخول لعلاقة جديدة او لحب جديد او لحاجة معينة هي جديدة اول مرة هتدخل حياتكم، وفي نفس الوقت انتوا هتعملوا مقابل، يعني انتوا هيكون عندكم لقاء حلو، هيبقى عندكم ردة فعل جميلة. ليه؟ علشان انتوا عندكم مقابل في حياتكم. انتوا دايما بتبذلوا اقصى مجهود في شغلكم علشان دايما يكون الوضع متحسن ويكون عندكم طاقة ايجابية. في الفعل هيكون عندكم ثقة عالية، وفي نفس الوقت هيكون في ترقية او خطوة جديدة بخصوص شغلكم او بخصوص المال، الدفعة اللي جاية لكم برضو من خلال شغلكم. البعض منكم ممكن يكون مستني حوالة، مستني جزء من المال معين يجيله، عايز هيعمل بيه حاجة او هيجدد بيه حاجة، الله اعلم. بس انتوا هتجددوا في حاجات كتيرة متعلقة بيكم انتوا شخصيا. والبعض منكم لو عنده بعد بينه وما بين الشريك، او عنده فرق سن بينه وما بين الشريك، عنده بلد، فرق جنسي، الله اعلم الفرق اللي بينك وما بين الشريك في البعد ده، هيبقى فيه رجوع ليكم او هيبقى فيه طاقة. فيه ممكن كمان حد هيصالحكم على بعض، لو انتوا عندكم مشاكل في حد هيتدخل وهيصالحكم. بس دايما اقول اهل الشريك عنده واحدة، الواحدة دي لاما مرات اخوه لاما اخته لاما امه، واحدة من التلاتة دول هي الحقودة وهي اللي جواها غل. الست دي متعلقة باهل الشريك، دايما حطاكم في بالها وبتحقد عليكم في ادق التفاصيل. ليه؟ علشان بتغير منكم. في هنا مشروع خلال يجي 10 ايام ممكن، او 15 يوم، او 20 يوم، في ال3 ارقام دول هيكون في مشروع قدامكم هيتعرض عليكم من حد هيعرض عليكم المشروع ده، او حد هيتكلم معاكم بخصوص المشروع ده الله اعلم. وهيبقى فيه كده تجديد من نفسكم وهينجح جدا المشروع ده. بس اول ما هتدخلوا في المشروع هتحسوا ان انتوا لا انتوا غلطتوا، وهتحسوا بطاقات سلبية، وهتسمعوا كلام ممكن يزعلكم. ارموا ده كله على جنب وكملوا، بس تخلوا بالكم من الخسارة اللي في المشروع. دايما تفكروا بالطاقة الإيجابية وتحسبوها من ناحية الخسارة والمكسب، ما تحسبوهاش من طرف واحد أو من طريق واحد بس. ليه؟ علشان زي ما هيكون في مكسب هيكون في خسارة، بس دايما يكون المكسب أكتر من الخسارة، ما يبقاش المعدل زي بعضه أو المعدل الخسارة أكتر. ليه؟ علشان انتوا خسرتوا. دايما ما بتحبوش الشراكة مع حد، ولو حد عرض عليكم شراكة بتكونوا بتركزوا جدا في النقطة دي، علشان دايما تقول الشراكة ان بتخسر حاجات كتيرة في حياتها. من اللي عنده او انتوا، لاما انتوا لاما حد عندكم عنده دخول محكمة في حق ليه، او في طاقة ليه هو، حاجة تخصه الله اعلم. بس انتوا عندكم تجديد في المحكمة، والمحكمة دي هيكون الحكم ليكم انتوا او لصالحكم انتوا.
انتوا قلقانين قوي بخصوص الحكم ده، او قلقانين قوي بخصوص المحكمة، ما تقلقوش خالص، البعض منكم مستنيها بقدر المستطاع ان شاء الله بإذن الله بفضل ربنا عليكم، هتكون من صالحكم وهتطلعوا منها انتوا منتصرين على عدوكم عندكم. والشخص اللي دايما ما بيحكمش بالعدالة، او الشخص اللي دايما ده بيسويكم بناس ما بتعملش اللي انتوا بتعملوه، بإذن الله ربنا هيخرجك من المحنة. انتوا بقدر المستطاع عندكم ارض عايزين تبنوها، شقة عايزين تشتروها، في هدف عايزين تعملوه، في هدف حاطينه، والهدف اللي انتوا حاطينه ده هتسمعوا خبر بخصوصه وهتشتغلوا عليه، وانتوا مقررين ان انتوا تطلعوا من الارض اللي انتوا فيها او البيت اللي انتوا فيه وتشوفوا حياتكم بشكل مختلف. في خاتم خطوبة، خاتم الخطوبة ده لا اما هيكون ليكم انتوا رجوع، لا اما هيكون ليكم انتوا صلح، لا اما هيكون ليكم انتوا قعدة لطيفة، الله اعلم هو هيكون ليكم ايه، بس هيكون عندكم انتوا من خلال الخاتم ده حاجة في الحياة العاطفية. شوفوا انتوا بقى مستنيين ايه في حياتكم العاطفية، انتوا مستنيين تغيير يبقى هيكون عندكم تغيير، مستنيين لقاء مع الشريك هيكون عندكم لقاء مع الشريك، بس ما تجوش على نفسكم، انتوا شاغلين بالكم بحاجات كتيرة جدا، حاجات اكتر من حاجة بتفكروا فيها، وفي حاجة انجاز او في حاجة معينة عايزين توصلوها بقدر المستطاع، رغم ان العين عليكم من حد من دمكم ولحمكم، بس انتوا منتظرين الطاقة اللي بتجي اللي هتجيلكم من عند ربنا، وبإذن الله هيكون عندكم تعويض حلو او امور استجدة ليكم. انتوا هنا خدتوا ضربة، والضربة دي كانت قوية عليكم، او بمعنى اصح اتوجعتوا، او حد اذاكم عرف فعلا يأذيكم، فانتوا من بعد الصدمة دي او من بعد الضربة دي او من بعد الخذلان اللي جالكم في وقت معين، انتوا اصبحتوا حاجة تانية غير الاول، اصبحتوا اقوى، او بمعنى اصح في حاجة عندكم حاجة معينة اتغيرت، ما بقتش زي الاول. يعني انتوا لو كنتوا مثلا بتدوا كتير بدأتوا تمسكوا على ايدكم شوية، لو كنتوا حنينين وقلبكم طيب زيادة عن اللزوم بدأتوا توازنوا اكتر، بدأتوا تعقلوا وتحسبوا الوضع اللي انتوا فيه بسبب ان انتوا مضغوطين من الناحيتين، او بمعنى اصح مضغوطين من الطرفين او من الشخصين، فبدأ الحياة عندكم تتغير بشكل مختلف. في علاقة عندكم مع حد من أبراج هوائية، ممكن يكون عندكم علاقة مع حد من أبراج هوائية، في مشاكل بينكم، في ضغوط بينكم، في أمور يعني عراقيل، كل ما بتقولوا خلاص بتحاولوا إن أنتوا تلطفوا الدنيا أو تكملوا بيحصل شد وجذر ومشاكل. في هم كبير انتوا شايلينه، الهم ده بإذن الله هينزاح خلال فترة معينة برضو، علشان هيكون متعلق بخبر انتوا هتسمعوه هيفرحكم. في كل الامور اللي انتوا مضايقاكم ومزعلاكم قررتوا ان انتوا ترموها ورا ظهركم، وتبصوا للطريق اللي هينجحكم او الطريق اللي هيديكم الطاقات اللي انتوا محتاجينها او هيكون فيها دعم ليكم، انتوا خلاص قررتوا ان انتوا تشتغلوا، قررتوا ان انتوا تشوفوا حياتكم وتشوفوا دنيتكم، فطول ما انتوا قررتوا خلاص مين الشخص اللي بعيد عنكم، اللي الفترة اللي جاية دي انتوا عمالين تنصحوا فيه وتقولوا له الطريق اللي انت ماشي فيه ده غلط، الطريق اللي انت ماشي فيه ده ما ينفعش، وهو مش سامع لكم كلام، وعلشان هو بعيد عنكم انتوا مش عارفين تسيطروا عليه او عارفين تتكلموا معاه. عندكم ادمان، ادمان لشخص، ادمان لحاجة معينة الله اعلم، بس انتوا عندكم حاجة ادمان، ممكن تكونوا ادمان ان انتوا تعملوا حاجة معينة في حياتكم الله اعلم. هنا في حد بيحبكم، الحد بيحبكم ده في يعني ممكن يكون في اسمه حرف اللام، في حب ليه، حرف الراء، حرف النون، 3 حروف دول ممكن يكون في اسمه، معجب بيكم، بيحبكم، عايز يساعدكم، لكم علاقة بال3 حروف دول الله أعلم، بس ال3 حروف دول موجودين في حياتكم، وممكن يكون هو معجب بكم في السر أو مش عايز يتكلم أو خايف من ردة فعلكم الله أعلم، فإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية دي هتتحسن. دايما أنتوا بتحطوا نفسكم في مواضيع تضايقكم، وعشان كده انتوا دايما بتطلعوا قلبكم مكسور ومكسور بخاطركم، رغم ان انتوا ما بتحبوش تكسروا بخاطر حد، بس انتوا اللي مكسور بخاطركم. عندكم طاقة استعجال، رغم ان انتوا الفترة دي بتفكروا كويس جدا في كل حاجة، بس عندكم طاقة استعجال رهيبة، في حاجة عايزين تاخدوها بسرعة وعايزين تخلصوا منها، فيعني بلاش بلاش ان انتوا تدوا نفسكم دفعة لقدام في الطاقة السلبية. في ست
والست وبنتها دايما بيظهروا لكم في كل قراءاتكم، الست وبنتها، من حقد تلاقي، من غل تلاقي، من طاقة سلبية تلاقي، من ضغط نفسي تلاقي. الست دي من عيلة الأم، ممكن تكون أخت الأم، حاجة من عيلة الأم. فخلوا بالكم من النقطة دي علشان انتوا مش مستحملين أي ضغوط الفترة دي. بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني انتوا الفترة دي من أكتر الفترات اللي هيكون فيه يعني مش تحسن، هيكون فيه تغيرات على جميع الأوضاع بتاعتكم. كمان انتوا هنا عندكم رمز الشوكة، رمز الشوكة ده بيدل على ان في ناس حواليكم عايزة تخليكم تمشوا على دماغهم، في اكتر من حد عايز يسيطر عليكم، في اكتر من حد عايز يمشيكم على دماغهم، ستات رجال الله اعلم، لكن في حد عندكم عايز يخليكم انتوا تسمعوا كلامه. في حي عندكم، الحي دي معاها طفلين، او الحي دي معاها طفل وجوزها، يعني في اتنين وراها، او الحي دي مش كويسة، الحي دي بتأذي فيكم وبتلبع، وهي من الدم واللحم يعني من الناس حواليكم. طيب هنا في حاجة بتضايقكم، الحاجة اللي بتضايقكم دي عاملة لكم ازعاج وانتوا مش عاجبكم الوضع. كمان انتوا هنا هتتحكموا في حياة حد، او انتوا عندكم حد بتتحكموا فيه، او لان حد عايز يتحكم فيكم، حد كده خلوا بالكم منه. كمان انتوا هنا رغم الظروف اللي انتوا بتمروا بيها ماديا، لكن بسم الله ما شاء الله عليكم هتكونوا اقوى من الاول. يعني عندكم هنا لقى، فيها في نظرة لقى، او انتوا في كمية لقى عندكم. طيب في حد هنا هيتكلم معاكم، وانتوا هتحكي له او انتوا هتحكوا له عن كل حاجه مضايقاكم، كل حاجه اذياكم، كل حاجه تعبه مشاعركم، كل حاجه في عاملاكم مشاكل، انتوا هتحاولوا تعبروا عنها وتتكلموا وهتحكوا ومش هتخافوا. طيب الغراب، الغراب ده يعني في غراب على كتفكم اليمين بيديكم حاجه، بيديكم هديه او جايب لكم خبر، او انتوا عينيكم مقفولين. الغراب اللي بيبقى على الكتف ده بيدل على ان يعني في حد بيتربص لكم، في حد من وراكم. خدوا بالكم، يعني خدوا بالكم من نفسكم، لان في حد وراكم مش حابب لكم الخير، وده جاي لكم على هيئة غراب بيقول لكم ان في حد بيخدعكم، والشخص ده بيخدع الجميع، يعني مش بيخدعكم انتوا بس، بيخدع الناس بالسذاجة بتاعته، بالطفولية، والشخص ده قريب منكم. كمان انتوا هنا هتطلعوا رحلة بعيدة، او الحد ده هيبعد عنكم. يعني انتوا الفترة دي كمان هيبقى من اكتر الفترات اللي انتوا هتحصلوا على اللي انتوا عايزينه، لان في اسمة كبيرة مفتوحة عندكم، وده بيدل ان انتوا هتحصلوا على اكتر من حاجة. في كمان عايزين تعملوا مسافة بينكم وبين حد، او عايزين تحطوا حدود بينكم وبين حد الفترة دي. في حد هيقدم لكم هدية، لاما انتوا بتفكروا تقدموا لحد هدية في حياتكم، الحد ده قابلتوه ارتحتوا له، حاسين انه في علاقة امنة، او في علاقة هتستمر لمدة سنوات. انتوا هنا في امور عندكم، وكمان هيبقى في فرصة عمل جديدة، او في بعض الامور اللي انتوا هتقابلوها الفترة دي في حياتكم مش هتدل على، يعني مش هتدل غير على الخير، لان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم في اكتر من تحسن، في اكتر من امور، في اكتر من فرصة. كمان البعض منكم هنا يعني بسم الله في حاجة هتحققوها في الأعمال، يعني في العمل وفي الصداقة، يبقى في مثلا هتقابلوا حد فهيبقى صداقتكم قوية بيه، هتقابلوا حد يبقى في أمور عندكم حلوة. في شبكة، الشبكة دي معقدة ما بينكم وما بين حد، في شبكة مش انتوا مش مرتاحين لها. طيب المعنى للشبكة دي انه في فخ، او في غيرة وحقد عليكم، خدوا تحذيركم
الفترة دي من انعكاسات، من توتر، من عالمكم الداخلي، يعني انتوا تفكيركم حتى معقد شوية. انتوا هنا مش عارفين تاخدوا قرار في علاقة او قرار في ارتباط، او انتوا داخلين في علاقة معقدة، داخلين في امور معقدة الفترة دي. كمان البعض منكم هنا في يعني هتستخدموا اشياء جديدة في هنا كمان، يعني انتوا هتبدأوا تفتحوا شغل خاص ليكم، هتفتحوا مشاريع خاصة ليكم، في حاجات جديدة انتوا هتحاولوا تعملوها الفترة دي. كمان هنا بس يعني بسم الله ما شاء الله عليكم، رغم ان انتوا هتبدأوا تحققوا اكتر من حاجة، رغم ان انتوا شايلين هم كبير جدا او شايلين حمل، في امور انتوا عايزين تفهموها او عايزين تحطوا النقط على الحروف، لكن مش عارفين، خايفين من ردة فعل الاخرين، او خايفين من حاجة مضايقاكم، حاجة عاملة لكم توتر، حاجة انتوا بتحاولوا على قد ما بتسعوا ان هي تتحقق، لكن انتوا مش عاجبكم الوضع، في امور انتوا مش عارفين تتخلصوا منها، في حاجة يعني في ناس حواليكم فعلا بتحاول ان هي تسيطر على كل حاجة فيكم او كل اللي حواليكم، فخدوا بالكم من الناس اللي في حياتكم. كمان انتوا ماشيين في طريق، لاما طريق علاج، لاما انتوا هتبدأوا تاخدوا علاج، او انتوا هتبدأوا تعملوا تمارين، هتبدأوا تعملوا حاجات جديدة في حياتكم، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم. برضو نقول ان التعبين دي يعني الحية اللي وراكم مأثرة على العلاقات بتاعتكم وعلى الامور اللي انتوا ماشيين فيها. في خاتم، الخاتم بيدل على ارتباط قوي، وزي ما قلت ان في ارتباط لمدة سنوات، او في علاقة قوية، في امور هتكون مزدهرة. الخاتم دايما بيدل على السعادة والفرحة. في كمان هنا يعني مش هقول لكم عقربة في البيت، لكن في واحدة من الاهل، من اهل الشريك موجودة معاكم في بيتكم، يعني هي مش كويسة، هي فعلا عقربة، والعقربة دي يعني سماوية غلاوية، مش عايزاكم كويسين، مش عايزاكم بخير، وهي من الناس اللي موجودة في حياتكم دايما. كمان بسم الله هنا يعني انتوا هنا هتزيد، يعني في زيادة في خير، زيادة في رزق، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم. بس عايزاكم تحصنوا نفسكم، لان في حفلة، في زواج، في فرحة كبيرة انتوا هتروحوها، لإما مثلا او في يعني مناسبة كبيرة هتحضروها، المناسبة دي هيبقى فيها ناس كتيرة جدا حاطة العين عليكم، فخدوا بالكم كويس جدا، لاني هتتحسدوا فيها الفترة دي وهتعيشوا في شوية توتر، لكن انتوا لو حصنتوا نفسكم بعد الفرحة، لو حسيتوا بالضيق والخنقة لازم تحصنوا نفسكم. أتمنى القراءة تكون عجبتكم، ونشوف مع بعض الرسالة، ولعل يكون عندك خير وأخبار حلوة. هنختار الورقة دي ونشوف رسالتك بتقول لنا إيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب الرسالة بتاعتك بتقول لك لا تتسرع، فستنول بعد صبر كل ما كنت تريد، وسيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله. طيب نقول الرسالة تاني، لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما تريد، سيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله. الله أعلم إيه الأمنية اللي أنت حطيتها في بالك، بس الرسالة بتاعتك قوية، الرسالة بتاعتك جميلة وكلها طاقة إيجابية. أتمنى لك كل ما هو جميل، وإن شاء الله بإذن الله تكون قراءتنا النهاردة كانت خفيفة على قلبك وتكون جميلة. وصليني على الحبيب، وادعم الفيديو بتاعك باللايك وبالتعليق الحلو، وركز معايا في توقعاتك الفترة اللي جاية.